تأتي جماعتكم مع الكنز مع مصطفى حسني على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد إيديه علشان يبايع النبي، فمد النبي إيديه، فإذا بعمر بن العاص يرجع إيدي الورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ إيه اللي حصل؟ قال: أردت أن أشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ إيه الشرط عشان تخش في الإسلام؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أنا بقالي 20 سنة بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما أخش الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير، فسيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج، يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي وإحنا في مطلع الشهر الكريم هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، هعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة مع بداية رمضان إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام، نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام، لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر، الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوأ، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، مش هنستنى ليلة القدر، هنبدأ بيها رمضان ونعيش بيها، ونيجي ليلة القدر نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، بس هنبدأ بيها من أوائل أيام رمضان. يا رب ابدأ معانا أيام صلح هنعيش بيها في رمضان وهنكمل بعد رمضان. خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقولك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها. يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك، وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين. استنونا بكرة وحلقة جديدة من الكنز مع مصطفى حسني، إنتاج شركة النيل للإنتاج الإذاعي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم.